حملة الانتخابات الرئاسية في تونس خالية من الأنشطة المكثفة في يومها الأول، عدا المترشح زهير المغزاوي إذ نشر بيانه الانتخابي وانطلق في التعريف به من ولاية الكاف في الشمال الغربي. يتنافس في الحملة ثلاثة مترشحين: الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والأمين العام السابق لحركة الشعب زهير المغزاوي، والنائب السابق في البرلمان والمهندس في الكيمياء عياش الزمال. انقسم الشارع التونسي من حيث انتظاراته وتقييمه للحملة. الحملة الانتخابية ما عناش عليها مفكرة، معناتها الرؤساء نعرفوا كان قيس سعيد رئيس دولة، الآخرين ما أنا الانتخابات تعرف نتيجتها، مش يفوز رئيس الدولة، وهذا يراه مش تشكيك في نزاهة الانتخابات. مريش حملة انتخابية معناها ما مستانسة، فما عندها رونق الحملة ومنافسين معناها عاملين واحد توا مريش، فما بتكون منافس فما حتى حد، معناها اللي كانوا باش يكونوا منافسين أنهم كلهم في الحبس. تدور الحملة الانتخابية الرئاسية من دون أحد المترشحين عياش الزمال المحبوس منذ أيام في شبهات تتعلق بافتعال تزكيات. هيئة الدفاع أكدت أنه سيقود حملته الانتخابية من وراء القضبان إن لزم الأمر. كان يفترض على هيئة الانتخابات أن تخاطب الجهات القضائية المعنية بإطلاق سراحه لمواصلة حملته الانتخابية، لا سيما وأن الحركة السياسية في تونس لديها سابقة في هذا الموضوع في العام 2019 عندما خاطبت هيئة الانتخابات القضاء بإطلاق سراح المرشح نبيل القروي، وهو ما تم وقام بحملته الانتخابية. تزامن انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في تونس مع قرارين جديدين عن المحكمة الإدارية يلزمان هيئة الانتخابات بضرورة إعادة المترشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي. وقالت المحكمة إنه يمكن تعديل الرزنامة الانتخابية. غاب الحماس في اليوم الأول من الحملة الانتخابية الرئاسية مع تواصل حالة الشد والجذب بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، إذ تصر هذه الأخيرة قانونياً على إعادة مترشحين مبعدين إلى السباق الرئاسي. فتح الفالح ميديا تونس.